مرحبا. تفتتح مؤسسة مي شدية المعهد الإعلامي الجزء الثاني من مشروع تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية للبنان، وذلك بالشراكة مع قسم الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية ببيروت. وعنوان حلقة هالحوار وهالنقاش هي أزمة الكهرباء، فجر جديد من أجل لبنان. اسمحوا لي رحب بالبداية بضيوفي طبعا، وكلهم خبراء بالأمن بالطاقة وبموضوع الكهرباء بلبنان. رح أبدأ مع سيدة كارول عياط. سيدة عياط، أنت خبيرة في تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، تترأسين حاليا قسم تمويل الشركات الكبرى ومشاريع الطاقة في بنك عودة لبنان. من مهماتك توفير التمويل لمشاريع الطاقة ضمن القطاع الخاص والقيام بأبحاث تتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وتأمين مستقبل الطاقة المستدامة. عملتي سابقا في مؤسسة جولدمان ساكس بنيويورك ولندن ودبي، ونفذتي العديد من المشاريع تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار بقطاع الصناعة والبيئة والبنية التحتية تحديدا. وأرحب بالسيد غسان بيضون. سيد بيضون، أنت مدير عام سابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، يعني هذه الوزارة يلي هي مسؤولة مباشرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وسنستطلع معك يعني ماذا يجري داخل أروقة وزارة الطاقة، ولماذا مؤسسة كهرباء لبنان هالقد فاشلة، وأنت كنت المدير العام بين الأعوام 2011 و2019 تحديدا، يعني مع بداية الأزمة والثورة بلبنان. أيضا اسمحوا لي رحب بالسيدة كريستينا أبي حيدر. سيدة كريستينا، أنت محامية وخبيرة قانونية بشؤون الطاقة والبيئة، حائزة على إجازة بالحقوق وماستر في القانون الدولي، وعضو لجنة الطاقة والمياه في نقابة محامي بيروت وفي الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، كما أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، وطبعا تتابعين شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشؤون الطاقة. طبعا سنتابع معك بإطار اليوم القانون، لماذا لا يطبق القانون في لبنان. وأيضا أريد أن أرحب برئيس ومدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة بوزارة الطاقة والمياه، وأمين سر فرع لبنان بمجلس الطاقة العالمي، السيد بيير خوري الذي عمل في قطاع الطاقة منذ العام 2002 مع مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وساهم في تطوير الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وتطبيق الآلية الوطنية للقروض المدعومة مع مصرف لبنان، حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ودراسات عليا في الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في بيروت. رحب فيكم بهالحوار وبهالنقاش. اسمحوا لي ابدا بارقام اليوم. قبل الانهيار، يعني قبل الثوره باكتوبر 2019، كان الدين العام بلبنان وصل الى حدود ال 100 مليار دولار. اذا بدنا نطلع على ما صرف على مؤسسه فاشله كمؤسسه كهرباء لبنان، اسمحوا لي، بفتره ما بعد الحرب 41 مليار دولار صرفت على مؤسسه كهرباء لبنان من قبل وزارة المال، الخزانة اللبنانية، بفترة ما بعد الحرب، وهو هال 100 مليار تكونت بفترة ما بعد الحرب، يعني نحن عندنا تقريبا 41% إذا بدنا نعمل هاي المقاربة من الدين صرف على مؤسسة كهرباء لبنان. والأسوأ من ذلك إنه بآخر 10 سنين 34 مليار دولار من 41 مليار دولار هدرت على مؤسسة كهرباء لبنان. رح بلش معك سيد بيضون. مغارة علي بابا، وين راحت الأموال؟ راحت الأموال على المحروقات والفيول وعلى دعم سلعة الكهرباء اللي بقيت تنباع بأقل من تكلفتها، اللي وتكلفتها اللي فيها هدر كبير وعمول كتير عمولة كبيرة. نعم طبعا، كلنا سمعنا بالفيول المغشوش، وأنا بعرف أنه معظم تعهدات واتفاقات وعقود كهرباء لبنان تجري بالتراضي بهندسة معينة. نعم، خارج إدارة المناقصات بمخالفة واضحة للقانون.
للنظام المالي للمؤسسة، للنظام المالي للمؤسسة. وإذا بدك بعدين كمان إذا بدنا نربط أنه المناقصات اللي يجب أن تجري وفق نظام الممول، يعني إذا كنا عم ناخذ أموال من الخزينة لازم كان تجري المناقصات على أساس المناقصات العمومية، نعم، مش على أساس النظام المالي لكهرباء لبنان ولا على أساس العقود اللي كانوا يعملوها مع سوناتراك أو غيرها. على كل حال في يعني أزمة مركبة لا تقتصر فقط على أنه في هدر، في إدارة سيئة، في عدم احترام للقوانين، في استئثار بالسلطة، في خرق لاستقلالية المؤسسة وإبقاء حوالي 15 سنة دون مجلس إدارة مكتمل. يعني بقيوا من 2002 مدته من 3 سنين، بقيوا لل 2020 بعتقد، فهيدي فترة كتير طويلة وما فيها مبرر. هلأ اللي ساهم بشكل رئيسي بتفاقم الهدر أو إذا بدك تراكم الدين وحاجة المؤسسة لا مساعدات، خليني لا تمويل، ما مساعدات، تمويل مباشر من الخزينة، لا مساعدات لأنه كانوا يمنعوها من رفع التعرفة. ما هي كانت تقول أنا لا أقدر أتوازن بدي أرفع التعرفة، بس خليني اسمح فضل. بس ما هي ما بس قصة رفع التعرفة، دايما بيتلطوا إيه خلف رفع التعرفة، وين المناطق اللي ما بتدفع، وين الهدر الفني، عم تاخذوا ملايين دولار من الخزينة، صحيح صحيح، مع القليل يعالجوا الهدر الفني وعملوا جبال، صحيح صحيح. نعم خليني بس وضح انه نحن القطاع الكهرباء مرق بنهضة بين انهيارين، انهارت الليرة بالثمانينات لعند التسعينات، بالتسعينات نعمل خطة لإعادة إعمار لبنان كان فيها بند خاص بقطاع الكهرباء، تم تنفيذه بشكل جيد ونجحت الحكومة ببناء معملين جديد وبتطوير شبكة النقل وشبكة التوزيع وتأمن التغذية لكهرباء لبنان. أي عام كان رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الشهير؟ نعم. فتأمنت كهرباء لحوالي 20 ساعة بكثير من المناطق، وتأمن التوازن المالي لكهرباء لبنان عبر تعرفة أقرت بالعام 1994 كان على سعر برميل نفط يتراوح بين 25 و 28 دولار، وكان يجب استكمال هذه النهضة بتطبيق القانون 462 الذي يلحظ إنشاء هيئة ناظمة للقطاع تتولى إعطاء تراخيص وأذونات الإنتاج لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة. ماذا حصل؟ وبكل أسف الوزراء الطاقة كلهم يعني إذا بدك بيحبوا التجارة، بيفضلوا استخدام الفيول وشراء الفيول لما لذلك من منافع خاصة وشخصية. العمولات يعني سميتها العمولات على العقود. صحيح صحيح. هلأ كلنا سمعنا فيها وفي تحقيقات وفي ملفات وفي قضاء عم يشتغل فيها ومش اختراع يعني. هديك اليوم آخر شحنة غير مطابقة للمواصفات. بس تكون التحقيقات من تحقيقات المرفأ يعني. الأرجح الأرجح. على عمرنا مش على الأرجح. بين 2005 و2010 و2009 مرق البلد بظروف كتير صعبة، والحكومة كمان، اغتيال الرئيس الحريري الشهيد، حرب 2006، الشغور الرئاسي وقبل الحكومة. شو خصة مؤسسة كهرباء؟ لا لا لا، الحكومة ما كانت الظروف السياسية مؤاتية للعمل على تطبيق القانون، فظلت الطاسة ضايعة إلى أن جئنا. أي سنة اغتيل الرئيس الحالي؟ 2005. من 2005 ل 2022 ما كان في ولا لا مرة مؤاتية. بالعكس 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 بالعكس، خليني كفي لك الحقبة الثالثة اللي هي مفترض أنه بدأت بال 2009 وأثمرت بال 2010 موافقة من مجلس الوزراء على ورقة سياسة القطاع، قطاع الكهرباء اللي بتحدد التوجهات المستقبليه بهالقطاع. يلي على اساسها اخذ الوزير جبران باسيل 500 مليون دولار من خارج الصناديق العربيه وبتمويل مباشر من وزاره الخزانه تترجم دين، ولم يتحقق من تلك الخطه اللي كانت عام 500 مليون 2010 الا بس ان اعطونا المصريات. خليني بس معلش لو سمحتي. بدنا نحدد الخطا قد ما بدك بحدد، ما تحملي هم، اتكلي علي. خطة الكهرباء أو ورقة سياسة القطاع هي منا خطة، ارتكبت خطأ مبدئي وأساسي جرنا له الوضع، وهو ربط زيادة التعرفة بتأمين تغذية 24 على 24 اللي كانت شبه مستحيلة أن نصل إليها بهذا النهج وبهذه الطريقة من التطبيق. فإذا نحن أعطينا وزير الطاقة كل ما طلب
لتنفيذ مرحلة انتقالية مدتها بين 3 و4 سنوات البواخر مقدمي الخدمات الاستشاريين والمستشارين أكثر من قانون، والقانون 181 اللي وفر الوزير اعتبر أنه ملك يعني حجم الثقة اللي لازم نتعاطى فيه معه كان بيسمح له أنه يتجاوز القوانين، مثلا يعدل دفاتر الشروط بعد إجراء المناقصة، مثلا يعمل مفاوضات بعد رسوب التلزيم، مثلا يروح على ديوان المحاسبة. الوزير جبران باسيل لما كان وزير ما بدي سمي حدا، ما بدي سمي حدا. لك أصلا وزارة الطاقة، وزارة الطاقة محكومة بنفس الوزير، وإنما بعدة أوجه متعددة من هذاك الوقت. سوف أعود إلى غسان بيضون. سيد غسان بيضون شكرا على هذه الصراحة. سأنتقل إلى سيد كارول عياط. يعني أنت جاي من لندن ونيويورك من دول يعني فيها ما عندها أزمة طاقة، من دول تطبق القوانين، من دول تحترم حقوق شعبها. اليوم هل فعلا اللي لقيتيه بلبنان إنه هالمؤسسة هي عصية عن الإصلاح؟ يعني المشكل هي تدخل السياسي. هيدا قطاع تقني حيوي وأساسي لأي اقتصاد كرمال ينمى. للأسف التسييس هالقطاع والتجاذبات السياسية اللي صارت أدت إلى منع مثلا زيادة التعرفة، الخطط كتير نعمل خطط للكهرباء وعدد منها كانت كتير منيحة، المشكلة إنه ما تنفذت. فإذا اليوم وصلنا لإنهيار تام، انهيار تام من بعد كلفة كتير كبيرة على الاقتصاد اللبناني. الكلفة منها بس 43 مليار اللي عم تحكي عنهم، اللي هن التحويلات اللي عملت لكهرباء لبنان مع كلفة الدين العام اللي تكبدناه كرمال هالتحويلات، بس هي كمان كلفة على الاقتصاد، كلفة على البيئة وعلى الصحة اللي صارت من عدم استعمال التوجه لليوم للطاقات المتجددة واستعمال الهيفي فيول اويل والديزل للإنتاج، وخصوصا المطارات الخاصة. اليوم الانهيار التام اللي وصلت له كهرباء لبنان هي بس نتيجة عدم الإصلاح على هالسنوات. كنا كلنا عارفين واصلين لهالنقطة وما حدا نتحرك على مدى كل هالسنين. هيدي أزمة كان فينا نتفاديها. بركي الأزمة المالية كمان كنا أكيد صرنا وصلنا لأزمة، بس ما كانت حدتها وكبر تبع الأزمة وكبر العجز العام كان قد ما هو لو ما كان عندنا مشكل بالكهرباء. فإذا هيدي كانت أزمة فينا نتفاديها بتطبيق الإصلاحات المطلوبة المعروفة من 2010 عم نحكي عنها، البنك الدولي والخطط كلها لحظتها، بس للأسف ما تنفذت. اليوم وصلنا لساعة كهرباء إنشأ كهرباء لبنان قدرة تعطيهم. نص الشعب اللبناني تحت خط الفقر الأقصى، يعني extreme poverty line. هيدا الشعب، هيدا الطبقة من الشعب اللبناني اليوم قاعدة بشيء اسمه energy poverty، يعني ما قادرين بقى يدفعوا كلفة كهرباء اللي هي جاي من الموتورات. عندنا قطاع عام انهار كليا، وعندنا قطاع خاص هو غير شرعي اللي هن الموتورات، هو نمى وكبر على 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 من وراء انهيار كهرباء لبنان. كلفته اليوم تعدت 50 سنت بالدولار على الكيلوات ساعة، بقى نص الشعب اللبناني مش قادر يدفعه. نحكي اليوم بشيء اسمه suppressed demand، يعني العالم مش قادرة بقى تدفع كلفة الكهرباء. ومشان هيك اليوم لازم نرجع نعيد النظر كيف بدنا نرجع نعمل خطة انمائية لهالقطاع، نظرا على شو صار الطلب المضبوط وشو عنا بعد ما عامل الكهرباء. طيب سيدي كارول، حكيت عن 50 دولار للسنت بالخطة اللي طرحها الوزير فياض الأخيرة واللي بدأ تطبيقها عموما من تشرين الثاني، من بداية تشرين الثاني. بتلحظ سعر للكيلوات ساعة 27 سنت إذا دفعت المؤسسات العامة فواتيرها. إذا لم تدفع المؤسسات العامة فواتيرها سيدفع المواطن 37 سنت فوق أول 100 كيلوات، يعني أعطيك 100 كيلوات إذا بدك بسعر 10 سنت والباقي بتدفعي 27 أو 37 والأرجح 37. إذا اليوم المواطن ما بيقدر يتحمل ال 50 بيقدر يتحمل ال 37؟ يعني هو المشكل اليوم نحن أول شيء نحكي إنه شيء منيح، لأنه إذا ما عملنا توازن مالي لكهرباء لبنان ما في ولا خطة بتنجح للكهرباء. كنا قبل كهرباء لبنان ماشي على دعم من الدولة، اليوم مش قادرين نكمل بهالمنهج. فإذا التوازن المالي شيء ضروري. المشكلة إنه كلفة الإنتاج تبع كهرباء لبنان عالية لأنه ما عم يستخدموا الغاز، ما عم يستخدموا طاقات المعامل. بتشتغل على الغاز، ليه ما عم يستخدموا الغاز؟ هلا نوصل بقى بدنا نحكي أول شيء إيجابي إنه نعلي التعرفة. نعم. صرنا 28 سنة ما قدرنا نعملها، عملناها وقت انهارت كليا كهرباء لبنان، بس شيء إيجابي. هيدا ما بيكفي، لازم نفعل الجباية، لازم نفعل كيف نعمل الفوترة، وكمان الجباية من المؤسسات العامة. وما بعرف حتى إذا بالميزانية العامة لاحظوا إنه
فواتير الكهرباء حاطينها من المؤسسات العامة كمان، لأنه إذا ما اندفعت عندنا مشكل كمان. في 2.2 تريليون لبنان اليوم مدفوعات مش مدفوعة على كهرباء لبنان من المؤسسات العامة وغيرها. مثل بقى تعلية التعرفة كان ضروري. اليوم أكيد في جزء من الشعب اللبناني ما رح يقدر يدفع 27 سنت، بقى مش هناك بدنا نشوف كمان الجباية إذا رح نقدر نمشي فيها. في أفكار فينا نفكر فيها مثل العدادات اللي بنعمل prepaid فيها، يعني بطاقات تشريج مثل السيلولار، هذا الشيء بيساعد بركي إنه نخفف من عدم دفع الفواتير وغيرها. بقى لازم كمان نفكر بأمور غيرها خاصة بالجباية مش بس بتعلية التعرفة. دائما منفكر بعد القرار ومش قبل القرار، يعني ما بعرف، بعتقد هني عم يفكروا بالجباية بس إن شاء الله يقدروا عم يفكروا هني كيف بدهم يفعلوا. اليوم الشركات اللي بيعملوا الـ DSPs يعني Distribution Service Providers هني كيف بدهم يحصلوا، تنشوف إذا ما كان في تواكب من الجهات الأمنية والجهات إنه تقيموا التعديات على الشبكة ويتأكدوا إنه بعدين يعملوا الفواتير يصيروا current، يعني هلا بعدهم عم بيكونوا عم يجبوا شهرين لورا سنتين لورا هلت سنة وسنتين. فإذا كل هالقصص قصة الجباية لازم ينعاد النظر فيها، وأكيد الخسائر التقنية والغير تقنية. هل اليوم مؤسسة كهرباء لبنان بموظفينا الموجودين قادرة أن تقوم بكل هالتحسينات وبكل هالمطلوب من أن تواكب العصر تكنولوجيا أو حتى كطاقات بشرية؟ يعني بنرجع بعتقد على القانون 462، القانون 462 بيلحص نعمل شيء اسمه شراكة بين القطاعين العام والخاص، اللي هي نوع من الخصخصة. اوكي، بس شراكه بين قطاع عام وخاص كرمال كل شيء اسمه ديستريبيوشن جبايه وكمان قطاع الانتاج. ما في بقى حل، لانه برهنت الدوله فشلة باداره هالقطاع. لازم يكون في شراكه مع القطاع الخاص اللي هو بيقدر يكون عنده يعني بيرفورمانس احسن بهالقطاع، ونقدر كمان ساعه الدوله بضل عندها حقوقها. اذا ما كان البرفورمانس بمحل معين تقدر ترجع تاخذ منه الامتياز تعطيه او 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 العقد. سيده كريستينا ابو حيدر، يعني ما مدى مخالفات مؤسسة كهرباء لبنان بالمرحلة الماضية القانونية، خاصة بإطار تغاضي عن تعيين الهيئة الناظمة يلي بتشكل أحد أبرز متطلبات صندوق النقد الدولي للبدء بالإصلاح؟ أوكي، كتير حلو السؤال. اليوم أنا ما بحط اللوم على كهرباء لبنان. أول شيء تعيين الهيئة الناظمة ليس من واجبات كهرباء لبنان، وإنما من واجبات الوزير الوزارة هي اللي بتعين الهيئة الناظمة بموجب القانون 462 يلي هو قانون نافذ طلع بال 2002 ضمن سلة قوانين إصلاحية بعد باريز 1 وباريز 2 وباريز 3. طلعوا كنا نطلع قوانين تا ناخد مصاري من المجتمع الدولي وما نطبق ولا شيء من هذه الإصلاحات، وكان هيدا العمود الفقري الأساسي. يعني هو قانون، إذا بدك قانون إطار منسميه، كان بيرجع يوقف السكتور عجري. مع الأسف من 2002 لليوم ما تطبق. اليوم هيدا المانديت منه لكهرباء لبنان، هو لوزارة الطاقة. مع الأسف شفنا بال 2012 طلب تعديلات على هذا القانون كرمال يصل. يعني هذا القانون بدي أقول شغلة، هذا القانون عنده شغلتين أساسيتين. أول شيء بيعين هيئة ناظمة، ولكن تعيين الهيئة الناظمة لا يعني تطبيق القانون 462. يعني أنا اليوم حتى ما بدي اليوم من الوزير اللي عم بيوعدنا كمان مثل كل الوعود الواهية يلي بلش فيها من شباط لليوم بالكهرباء وا وا وا، أنه نحن ما بقى نصدقه أبدا لهذا الوزير مع الأسف، أنه عم بيقلنا هلأ عم بيعمل هو حط آلية لتعيين الهيئة الناظمة. فبحب أقوله للوزير البنك الدولي حط الآلية، يشرف يعتمد هذه الآلية ويعين الهيئة الناظمة. يعني هيدي منا تحت المانديت تبع اي دي ال. وانس نعين الهيئة الناظمة ما بنوقف هون، يا بدنا نكفي بالإصلاح وزير بيعين الهيئة الناظمة. مع الأسف القانون يقترح على مجلس الوزراء تعيين أسامي، ولكن البنك الدولي لما صار في تعيينات لمجلس إدارة كهرباء لبنان قبل ما تصير هذه التعيينات المحصة السياسية، لأنه بنعرف كيف تعينوا أعضاء مجلس كهرباء لبنان، ما بدنا نحن نفس الشكلة تكون على الهيئة الناظمة. فحطوا آلية، مع الأسف الوزير بوقتها ما اتبع هذه الآلية وعينهم، عمل شيء صوري وانترفيوز وآخر شيء عينهم وفقا لمرجعيات سياسية. اليوم الهيئة الناظمة الآلية موجودة بتطبقها. من بعد ما تتعين الهيئة الناظمة عندنا مسار طويل لنقدر نطبق الـ 462 ونكسر مونوبول كهرباء لبنان، نكسر المونوبول بالأنشطة. أنشطة الكهرباء هي ثلاثة: إنتاج، توزيع ونقل. اليوم في شراكة وليس خصخصة، هيدي كتير مهمة أنا بحب شدد عليها، لأنه لما الدولة بتملك
51% في الإنتاج والتوزيع لفترات طويلة، وبعدين بتقرر إذا بدها تستغني عنها وبتضل هي مسيطرة، ما بيعود في شيء عندي اسمه كهرباء لبنان. هذه شغلة كتير مهمة إذا بطبق. وبضل النقل، نشاط النقل تحت الشركة العامة، تنحل مؤسسة كهرباء لبنان، ننشئ شركة عامة هي تتولى النقل. اليوم الخوف عند الوزراء المتعاقبين أنه اليوم حتى هيكلية وزارة الطاقة تتغير مع تطبيق الـ 462، وهذا لا يلائم الأهواء السياسية، لأنه اليوم نحن وصلنا لهون بسبب تدخل السياسي في هذا الملف. واليوم عجز كهرباء لبنان ليس حبا وليس دفاعا بكهرباء لبنان، كهرباء لبنان عنده أخطاء وهي مقصرة، ولكن هيمنة السلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان أفقدتها. لما ما نعين مجلس إدارة، يعني وزارة الطاقة، مظبوط، لما ما نعين مجلس إدارة ويكون عندك مدير عام واحد ما بياخد، هو اللي بياخد القرارات، ولما بتكون الوزير هو يجري المناقصات بقلب الوزارة وبمجلس الوزراء الذي هو طرف سياسي، مجلس الوزراء ليس مخولا أن يفوت على ملف تقني، وبينت كل المناقصات اللي عملها مجلس الوزراء هي فاشلة ولم تنجح، من دار عمار للهواء للشمس لكل للبواخر، هيدي كلها مناقصات صارت بمجلس الوزراء وفقا لتقاسم الغنيمة. إذا بدنا نضلنا بزنس as usual، هذا القطاع لنهادة. واليوم في جريمة جديدة بحب ضوي عليها، حضرتك عم تذكري عن الدين اللي ترتب. اليوم نحن أمام دين جديد بيكون حوالي $1 billion. هي اليوم مؤسسة كهرباء لبنان أو هو الوزير عم يطلب $300 مليون من مصرف لبنان كرمال لوازم شراء فيول وبعض الأعمال الصيانة والإنتاج ويدفع للدي اس بي. هيدي واحدة. اثنين، مؤسسات الدولة اليوم على وفق التعريف الجديدة، أنا اليوم بدي أقول عفا عما مضى، بدي أحط اليوم على 1005 من حط زيح ومنبلش من 1/11 وفق التعريف الجديدة. من 1/11 اليوم إذا بدي بلش أنا أقيم المؤسسات والمباني الحكومية والإدارية، مبالغ الكهرباء اللي بتترتب عليها وخاصة مؤسسات المياه اللي كتير consumes electricity، $200 مليون. $200 مليون. صرنا 300 و200 مليون، صرنا half a billion. بيرجع عندك $460 مليون وفق العقد العراقي الجديد. هذا يمول خارج التعريف الجديد. لا، هذا العقد الجديد. واليوم اليوم خطة الطوارئ يلي طلعوها ألاحظت هذه الأرقام، أنا ما عم جيبها من عندي، بنفتح ومنشوفها. 460 مليون وقالوا لا تمول من التعرفة الجديدة، معناتها هذا دين على الشعب اللبناني من ودائع الناس والخزينة. عم نقول 1 بليون. اليوم تصحيح التعرفة كان أمر لابد منه، نحن ما فينا إلا ما نقول شيء منيح، ولكن حضرتك ذكرتي اتخذ القرار قبل ما ناخد الأكشنز، وهيدا دائما منطلع خطط كهرباء ومنبسط فيها وهي لا تطبق، تولد ميتة، تولد ميتة. إذن هذه نفس الشيء اليوم ما رح نقدر، خطة الوزير فياض لن غير قابلة للتطبيق. خطة الوزير فياض اليوم من زمان ماتت، أول ما طلعت ميتة. يعني هلأ ما بقى نحكي، عم نحكي اليوم عن خطة طوارئ طلعها وزير مع كهرباء لبنان يلي هي في هذه الأرقام اللي عم بقولها اليوم. حتى هيدي اليوم تصحيح التعرفة إذا ما كفينا بالإصلاحات ما منوصل. وأهم الجباية اليوم عندك هدر فني كتير كبير، وهيدا اليوم موضوع سياسي. 34% هذا موضوع سياسي. اليوم طلع حزب سياسي، وأنا رح أقولها يا ماما، طلع حزب الله اليوم قال نحن ضد رفع التعرفة إذا ما زدنا الإنتاج. لما بيطلع قرار من حزب الله ما شفنا اليوم انه رفعت التعرفة، ولكن بعد ما زادوا الانتاج شو موقفوا تجاه جمهوره؟ بدنا نعرف نحن رح يدفعوا ولا ما رح يدفعوا. فاليوم هيدا سؤال كتير اساسي، اذا ما جبينا، يعني نحن بدنا نجبي تنشتري فيول تندفع، it's a continuous cycle. ما صارت نحن رح نرجع نرتب. وانا اليوم من يوم عم بقلك ما رح نوصل، رح نصرف المصاري. أنا معك، بس اليوم نوصل. المشكلة الأساسية والمختلفة عن السنوات الماضية أنه اليوم الدولة اللبنانية غير قابلة، منا مؤهلة لتتدين من الأسواق المالية، لأنها أعلنت عجزة عن السداد، لن أقول إفلاسية، عجزت عن السداد من أدار 2020 تحديدا. يعني منا قادرة تروح على الأسواق المالية لحتى تتدين $1 مليار اللي حكيت عنه. وبالتالي أنا تقدير أنه هالمليار دولار اللي عم تحكي عنه رح تروح من أموال العالم بمصرف
لبنان 100% وليس دين على كرمال هيك اليوم يعني انا عم بقول بيستهلكوا اموال العالم المتبقيه بمصرف لبنان على خطه سموها خطه الطوارئ منا مموله وحتى غير قابله للحياه قابله وحتى التمويل الصغير اللي رح يكون من جيبه الاوادم كنا اليوم عم نحكي عن الاوادم يعني زادوا عليهم الضرائب 10 اضعاف و16 ضعف الاوادم رح يرجعوا يدفعوا 27 سنت والزعران ما رح يدفعوا شيء 100% سميهم اوادم رح ندفع عن غيرنا نحن اليوم بنعرف انه رح يكون عندنا مليار دولار رح تطير من اموال الناس استاذه جسي اليوم عندك المخيمات عندك اللاجئين اليوم الوزير قال رح يحط عدادات على المخيمات طب انا حطيت عدادات بقدر اعرف قد ايه بيصرفوا بس مين بده يدفع عنهم ذكرت الاستاذ اليوم عندك المناطق يعني ما بتفوت عليها ما بفوت عليها جيبي مؤسسه هيدي ما هون ذكرت البريبايد كارد انا اليوم بس بدي اقول لك اليوم البريبايد كارد كمان عملنا خطه منيحه بالكهرباء اليوم اللبناني بفوق كل التكنولوجيا اليوم سرقه الكهرباء مبدع ناخذ البريبايد كارد بالقليل وبنصرفه اليوم سرقه الكهرباء مش مثل التليفون اليوم انت بتوقف فاتورتك ما فيك تمشي تليفونك غير ما تروحي تدفع الفاتوره ولكن اذا وقف الاشتراك تبع الكهرباء بتطلعي بتحكي الشريط وبتعلق من برا سو انا باخذ البريبايد كارت المينيموم وبروح بعلق من برا معلش يعني عرفتي المطارح اللي ما بتدفع ما رح تدفع غير ما يصير في مواكبه وقالها قالتها مجلس اداره كهرباء لبنان بدها مواكبه امنيه ضابطه عدليه ضابطه محليه البلديات بدها قضاء اليوم انا رحت عملت تعدي وعملت له محضر اذا رحت على القضاء القضاء اليوم منهار مثل كل مؤسسات الدوله حكيت عن النظام البشري بمؤسسه كهرباء لبنان ما بقى في الناس عم بتفل معاشاتهم صارت بداوموا مره ومرتين القضاء معتكف انا كيف اذا بدي روح حتى عليك حكم قضاء بدي دعوة انك ما عم تدفعي وانطر 10 سنين ليطلع الحكم بحقك وبيطلع على هلا عم نحكي على 30,000 صايرة فبعد 10 سنين بنكون صرنا بال 200,000 سو اليوم هو انهيار مؤسساتي مشان هيك اليوم هيدي رفع التعرفة منيحة ولكن هي إبرة مورفين إذا ما صارت بضمن شبكة إصلاحية كاملة وكفينا لعجلة الإصلاحات رح نكون صرفنا المصريات أخذنا ما تبقى من أموال المودعين والعالم بترجع بنعطيهم نفس شهر شهرين بعدين في جهوزية المعامل اليوم بناشد وزير الطاقة يطلع يخبرنا عن جهوزية معامل كهرباء لبنان أمنا المصاري جسي وصلت 300 مليون اليوم قادرين معامل كهرباء لبنان ينجو 8 ل 10 ساعات مثل ما عم يوعدنا الوزير أبدا اليوم طلع تصريح عن دار عمار اليوم دار عمار خارج الخدمة ل 15 كانون أول يشتغل خارج الخدمة وأنا هيك اليوم عندك المحركات العكسية إن المعامل الجديدة المشغل ما عم بيشغل يعني اليوم عندك صيانة 4-5 أشهر يعني لو وصلت التمويل المعامل غير جاهزة فبنشده يطلع صارح اللبناني ويخبرنا عن جد نحن وين شكرا رح انتقل لسيد بيير خوري سيد خوري انت كمان كنت بقلب وزارة الطاقة لسنوات كتيرة وكنت تعنى بموضوع الطاقات المتجددة نوعا ما كان في تمويل ايام الخير للطاقات المتجددة ان كان من الرياح وسمعنا بهواء عكار وبكل هالمواضيع اللي ممكن كانت تخفف شوي من الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان الضغط المباشر لماذا لم تنجح هذه المبادرات بالرغم من اتاحة التمويل والرعاية الدولية من قبل المؤسسات الدولية خليني اذا بتسمعي لي بس لننطرح مجموعة افكار ما لازم يمروا بهيك بدون ما يتعلق عليه ولا لازم يتعلق هلا في كتير افكار انطرحت وفي كتير في كتير حكي صار بهالمداخلات بس في نقطه اساسيه تما نغرق بتفاصيل المؤسسه ذكرت لحضرتك بالبدايه موضوع الارقام ما بدي اغرق بقصه ديوان محاسبه ومناقصه من هون وموظف من هون وسوء اداره من هون لانه بنغرق جمهورنا واللي عم يحضرنا بنغرقه بالتفاصيل اليوم في هاجس اساسي واحد في مؤسسه تخسر اسمها مؤسسه كهرباء لبنان بتخسر كل سنه مليارين دولار هول المليارين دولار بيجتمع 128 نايب وبدون اي اعتراض بيوافقون على مليارين وبحطون بالموازنه مليارين ثاني تيسرقون سنتجي هيدا الواقع الحقيقي وهذا الواقع اللي لازم ينحكى عنه كل بقيه الامور هي تفصيل صراحه تفصيل صغير كتير الموضوع هو هون في هاجس اساسي اسمه مؤسسه سطل مفتوح فيه مليارين دولار غارت علي بابا انا بدي اقول ببساطه هيك نسهلها للناس ويعرفوا يعني علينا نوجه الحديث باتجاه معين هيدي المليارين انا بدي اعتبر 90% هن خسائر موضوعيه هي بنزين وفيول وخطوط وهدر فني واللي بدك طيب في 10%
بدي اعتبرهم انا هم هول الفساد. يعني 10% من مليارين عندي 200 مليون دولار، 200 مليون دولار سنويا انا بشتري كل الطبقه السياسيه بلبنان وبتضل هيدي الامور حرقه على 15 سنه. هيدا النقاش الجدي، لا 462 ولا هيئه ناظمه ولا اصلاح ولا مش هذا الحكي كله. حكي بهيدا الموضوع في مجلس نواب عم بيوافق كل سنه وعم بيجددوا. هلا عم نحكي بالموضوع، هلا لازم نحكي بالموضوع. ليه؟ لانه قبل كانوا يعطون مليارين ويامنوا لهم مليارين للسنه اللي بعدها وقادرين يتدينوا مليارين، هلا ما بقى في حدا يديني، وبالتالي هيدي الحلقه اللي كانت موجوده وهيدي شبكه الفساد الموجوده اليوم ما بقى فيها تستمر، ما بقى فيها تتدين، ما حدا بقى بالعالم بيديني. سو هيدا اللي بدنا نركز عليه وهيدا اللي بدنا نضوي عليه. مش هيك كمان بموضوع الهيئه النظمية امبارح كنا عم نحكي مع كارول، انا برايي بكثير من المحلات الحديث عن الهيئه الناظمه هو تمويه عن الحقيقه، هو الهائنا بموضوع تفصيلي ما له طعمه. الحقيقه هي هون بده ينعمل تدقيق مالي لمؤسسه كهرباء لبنان، وهذا التدقيق المالي بس تاخر اخر نقطه، لا هذا التدقيق المالي على اساسه بصير في تقييم الاسيت الاملاك تبع مؤسسه كهرباء لبنان تتخصص. ومش صحيح مع احترام الأستاذ كريستيانا ولا ست كارول انه بصيروا يستعملوا كلمات هيك مهضومه وناعمه، انه خصخص شراكه وخالص يطلع على الخاص كانوا فوتوا على القانون 408. بس بالنسبه لموضوع التدقيق المحاسبي هو خصخصه متوحشه هيك بدها تسمى، وانا مع هذه الخصخصه اليوم يوم الصبح هيدي الحقيقه. ومش صحيح اللي ذكرته الأستاذ كريستيانا انه في 52% بمعدل، لا في 40% حضرتك مهندس مش محامي بينبيعوا بس قال القانون بينبيعوا خلال سنتين وهوديك بده ينبيعوا فورا بعد سنتين. لا لا لسه فورا يمكن من هيك بالماده رقم 6 انا قريت كثير منيح انا عامل ستات تبعي رقم 6 بيقول لك حتى قطاع النقل في خصيص كل الاوبريشن تبعه كله امكانيات وبالتالي اليوم الحديث عن هيئه ناظمه بقطاع هو في لاعب واحد اسمه مؤسسه كهرباء لبنان لا شو ما هي في لعبه ما بيعود في مؤسسه كزاري القانون الاستاذ كيان لا ما بتوجه للحديث عم بتوجه للحديث اذا قال القانون ما بيعود في شيء اسمه مؤسسه كهرباء لبنان مؤسسه كهرباء لبنان في لاعب واحد اسمه مؤسسه كهرباء لبنان في فوق وزاره الطاقه والمياه في مجلس وزراء في مجلس نواب وعم نزيد داير اسمها الهيئه الناظمه طبعا جديد اسمها الهيئه شو هالاختراع الذكي القانون بيقول بتخصخصي مؤسسه كهرباء لبنان بتصير شركات الانتاج كلها مخصخصة بتخصص شبكات التوزيع كلها بتصير مخصخصة ويتجرأ حدا يقول هو مع الخصخصة أنا مع بس ولكن اليوم بيجي دور أول شيء اليوم تعتبر هذه الأصول بحسب السلطة السياسية الحاكمة أنها أصول تشكل أمن قومي للدولة اللبنانية وبالتالي لا يريدون الخصخصة لا يريدون خصخصة المرافق الحساسة وهذه أمن الطاقة أوكي بس أنا عم بقول لك اليوم اللي دايرين البلد شو عم بيقولوا هن ضد الخصخصة لذلك انتقلوا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج من مأزق الخصخصة يلي يعني فئة كبيرة من السياسيين اليوم يرفضون هذا الإطار. لكن ولكن نعم بس عفوا إيه؟ لكن ما تحكي بالهيئة هي واحد خليني كمل لك بس تاني شيء اليوم تخصخص مؤسسة منهارة يعني أنت عم بتبيعها أو عم تعطيها عم تعطي تعاقدات بكلفة كتير متدنية يعني اليوم منهارة مؤسسة كهرباء بتبيع مؤسسة منهارة ما تلهونا بقليل من الفضة بالموضوع الجدي اللي هو الوضع بدي اقول لك كمان بالنسبه لموضوع التدقيق المحاسبي تنسلط الضوء على هذا الموضوع تم التدقيق المحاسبي بمؤسسه كهرباء لبنان بحسب انا كان ضيفي نقول نحاس وقال انه تم التدقيق المحاسبي بمؤسسه كهرباء لبنان رفع التدقيق الى مجلس الوزراء فيك تتابع الموضوع اذا بتحب رفع التقرير الى مجلس الوزراء ولم يروا اي شوائب بالتدقيق المحاسبي لذلك اذا اردنا ان ندعو الى اي يعني نوع من انواع يعني اذا اردنا ان ندعو لاي نوع من انواع المحاسبه يجب ان ندعو الى التدقيق الجنائي وليس التدقيق المحاسبي بدك سميه اللي بدك اياه لا التدقيق الجنائي جنائي واكثر من هيك انا بروح معك للاخر انا عم اقول لك اعملي تدقيق مش لتكشف لا انا بدي تعملي تدقيق تقدر تقيمي هالمعامل وهالشبكات التوزيع تتخصصيها بكره صباحا بس ما هي قيمتها
وقت تعمل انت هاي الناظر. انت عندك معامل متهالكه، انت عندك موترات ما لها قيمه، انت شيء فايت على شيء معمل من معمل، شو مين بده يجي؟ انا اللي فايت على المعامل، بيعمل لك خدمه، يعني اليوم الخصخصه بنيه تحتيه متهالكه لا تعود بالنفع على الدوله. انا مع الخصخصه شخصيا، ولكن اليوم انا كمان انا مع الخصخصه شخصيا كرأي شخصي، ولكن اليوم بالواقع اللي نحن عايشين فيه وبالسلطه السياسيه المتحكمه بالبلد وبواقع المؤسسات المهترئ، الخصخصه لا تجوز الان، ربما تكون مشروع لكن لاخر. لكن ليش كل الناس عم تحكي بتطبيق 462؟ ما انتوا عم بتطبقوا 462. تفضلي ست كريستين. اوكي، اول شيء انا بدي رد على كم نقطه يلي حكي عنه استاذ بيير بموضوع، اول شيء هود النواب اللي وافقوا، هود النواب اليوم يعني لامبارح صار في تغير بالنواب، كل النواب مقسومين ومعرف الاكثريه عند مين، سو معلش لما ناخذ من مال ونرد من مال مظبوط. خلينا نقول لو في ناس عم تحضر، لا انا ما احس، انا بسمي معك حق، الاكثريه النيابيه اليوم في مجلس النواب صحيح، والسيطره على في يد الثنائي الشيعي و يلي هن عم بيطلعوا، خليني كف، هلا انا ما راح اتشرف، عم نحكي على الاكثريه اليوم النيابيه يلي عم بيقول انه كان يوافق لهم هن النواب، معلش يعني لا انا ولا انت، ومجلس الوزراء بنعرف كيف مشكل وبنعرف سوري خليني كفي. طيب اليوم هل يلحظ القانون، هل يلحظ القانون 462 خصخصه ما في اسم خصخصه انا عم اقول اول شيء خليني اشرح شغله لانه عم نحكي مع الراي العام نوضح يعني ما نضيع العالم في قانون القانون مثل المات استاذ جيسي ان بلس ان بيعمل دو اليوم ببطل في شيء هذا مو بوافق لانه عندنا في اجتهادات لا 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 ما قال لك شو فقه وكل واحد بالدستور عم بفسر انا معك عندنا سينا كتير شاطرين يركبوا بين تجارة مثل ما هم بدون، ولكن أنا بدي أحكي نقطتين ثلاثة نذكروا اليوم لما منطبق 462 أنا قلت ما بنكتفي بتعيين هيئة نظمة، وكنت واضحة إذا بدي أعين بس هيئة نظمة وعوفك التعديلات والأهواء بلاها اوكي، لكن هون بحب اول شيء بحب اسال اذا هذا راي الوزاره لانه حضرته بمثل الوزاره، اذا هذا راي الوزاره لنعرف الطاقه. انا بس انا ما بمثل الوزاره بس فيني اقول لك بكل صدق هذا الراي طبعا الطاقه بقول لك هلا شو اذا هذا راي الوزاره تنتعاطى شيء، اذا مش اذا رايه الشخصي بنحترم رايه الشخصي، بس اذا راي الوزاره بدنا نحن نعرف كيف بدنا نتعاطى. هيدي دقه دودو اليوم لما بنقول 462 ببطل في شيء اسمه كهرباء لبنان، كهرباء لبنان بتروح يا جماعه بتتحلحل، معلش هذا القانون اللي بيقول، واللي أسوأ من هيك يلي بدس انتم تدعون لتطبيق القانون، ما انا ما انا ما بتروح الكهرباء، ما انا مع دعايات انه بتبطل موجوده كهرباء لبنان، بتتحلحل وبتروح اكثر، اول شيء بيروح البريفيرنس للموظفين بيروحوا على شركه النقل اللي بدها تصير شركة عامة، شركة عامة ممكن تملكها أي مؤسسة عامة اسمها إيه هي، لأنه شبكة النقل هي الترانسميت هاي فولتج هي بتضلها هي الأسس ملك الدولة، وهون نحن هيدي الشراكة لأنه أنا هيدي ما في أعطيها لقطاع خاص، هيدي ملكنا، هيدي أسس الكهرباء لبنان، هاي بتصير ملك عام، هاي ملك عام الإنتاج والتوزيع أستاذ جيسي، هيدا بينقسم أول فترة بيروح 51% بتكون شركة عامة بتملكها، شركة عامة يلي عندها الحظوظ وبيعمل مناقصة شفافة مجلس الأعلى للخصخصة بيعملها مش بزواريب وزارة الطاقة، ساعتها هون بفوت مجلس بفوت ولا مجلس الوزراء خليني كفي تمام بحكي سوري خليني كفي ما تقطشني نعم. وفي مجلس الأعلى للخصخصة اللي بيلعب دور كتير أساسي فيها، ساعتها هون بيصير عندي شريك خاص أو أكثر بالإنتاج والتوزيع، بتكون هاي خصخصة. اليوم نحن مش مع الخصخصة، نحن اليوم مخصخصين، نحن اليوم رقابنا تحت رحمة المولدات، مافيا المولدات الخاصة يلي بتجلد المواطنين، يلي نحن اليوم بندفع 26 و27 ألف ليرة على كل كيلوات، جايين نقول على 8000 إنها غالية بس لأنه كتا بتسترجي ما تدفع للموتور دغري. انا عندي شغله بدي ازيدها بس بدي كفي اخر فكره فضل. اليوم عم يحكي الخصخصه المتوحشه، اللي صار بوزاره الطاقه مش متوحش، موضوع الطاقه الشمسيه رخص ال11 اليست خصخصه؟ هيدي الطبقه الفاضله يلي تمتعت ب11 رخصه، هودي حطوا الرخص استاذ جيسي بجيبتهم على 3 سنين وهن عارفين انه هي غير قابله للحياه، ولكن محظيين سياسيا انه ينامي ورخصه بجيبتهم. بس علق بدي علق على نقطه بس بدي قبل احكي اليوم وقعنا شو
في واقع اليوم ما عندنا كهرباء، عايشين كلنا على الموتورات مثل ما حكيت الاستاذه 50 سنت وطلوع في مناطق عم تدفع دولار كيلو وات ساعه. العالم صار عندنا كوليرا من وراء هالقطاع اللي انهار، عندنا مشاكل جديده طلعت من وراء هالامور. فاذا اليوم بدنا نطلع شوي لقدام، هذا جدل كثير مهم هيئة ناظمه وغيره، بس كيف بدنا نجيب كهرباء للعالم باسرع طريقه ممكنه تنقدر كمان نعمل الاصلاحات الاقتصاديه. بس العداله الاجتماعيه السيده كرار، بس احنا عندنا مشكله اساسيه، ما في عداله اجتماعيه. هاي النقطه كثير مهمه، لسه متوازيين بالحقوق والواجبات بهالدوله. بس تنحكي اليوم الطلب نزل لانه اليوم تراجع النمو الاقتصادي 25% ريل جي دي بي كونتراكشن، اليوم الطلب مقدر بحوالي 2000 ميجا وات. كهرباء لبنان قد ايه كان قبل؟ كان 2007 معدلها، 2007 مع البيك لك ب 3000 ل 3200. خلينا نحكي اليوم معدل، هلا اللي عاملين الاستيميشن الجديده تقريبا معدل الطلب 2000 ميجا وات. كهرباء لبنان من بعد الخسائر التقنيه قادره توصل للعالم بمعاملها الموجوده 1000 ميجا وات. فاذا قادرين نعطي 12 ساعه اذا قدرنا نعلي التعرفه، يعني نعمل توازن مالي لكهرباء لبنان اللي هو اول خطوه اللي انعملت، ونعمل الجبايل. الجبايل خسائر فيها اثنين، عندنا اول شيء شيء اسمه الكولكشن يعني الجبايل، وعندنا الهدر الغير التقني يعني السرقه. هيدي بدها اثنين. البطاقات التجريش بتحل مشكلة الجباية، يعني أنا مش مضطربة روح انطر دفع ما دفع تأخر، خصوصا مع تعليق التعليق. بس بيقدر ياخد هو هالبطاقة ليركب ساعة ويعلق على هيدا الشيء. هيدا موضوع تاني، هون بدها قضاء وبدها تفعيل، يعني عنا جزئين بينحلوا بهالشغلتين سوا. ونعملت مثل بمصر وببلاد أفريقية مركبة وفعالة، وبالعكس كتير حسنت الموضوع. فإذا بدنا نحل الجباية وبدنا نعمل التعريف اللي نعمله، بنقدر نأمن 12 ساعة للعالم. بيبقى عنا موضوعين كتير مهمين، الاتفاق اللي انعمل مع الأردن ومع مصر للتغويز المعامل بدير عمار، بنجيب غاز من مصر والأردن 200 ميجا وات، نقدر نرفع ساعتها وننزل التعرفة لانه هذا الغاز معلقين على شرط. شو هن الشروط؟ هلا بحكي على الشروط بدي اوصل على النقطه. فاذا نحن قادرين نعلي ساعات التغذيه ل 14 ل 16 ساعه لانه الطلب نزل. فاذا نحن اليوم قادرين نعطي للشعب اللبناني بديل بلا استثمار، يعني مع المعامل الحاليه توصلنا ل 14 16 ساعه كهرباء اذا حلينا قصه التعرفه والجبايه، ومجبورين نعملها لانه اليوم وصلنا لانهيار تام لكهرباء لبنان. يعني ما انعملت خياريا، اجوا مش قادرين بقى، ما في بقى مصاري. هيدا الحقيقه المره. فاذا حكيت عن مليار دولار، بس المليار اليوم الجديد مشان هيك لازم نضغط كثير على قصه الجبايه ونركز عليها لانه هي مش بس قصه تعرفي، قصه جبايه. فاذا بنوصل هلا لموضوع الثاني، كيف بدنا نامن هل من الاردن الكهرباء والتغويز من مصر؟ في اصلاحات طلبتها اليوم للتمويل البنك الدولي منا تعيين الهيئة الناظمة. مشان هيك بنرجع لأنا بوافق السيد بيير وقتها بيقول إنه نحن اليوم بعد ما عملنا شيء اسمه الانبندلينج، يعني ما فكفكنا كهرباء لبنان. ما فيك تفكفكي إذا هيئة الناظمة. أنا برأيي إنه فينا نعمل شراكة شيء بس خصخصة، شراكة بالقطاع الخاص والعام هي الطريقة اللي لازم نمشي فيها، وإذا ما كانت هيك مكتوبة أنا برأيي هيك لازم تتعدل وتنكتب، لأن هي لازم تكون شراكة، هي نوع كثير خفيف من الخصخصة، هي شراكة بين قطاعين، بضل عندها الدولة حقوق، يعني إذا القطاع الخاص ما مارس دوره مثل ما لازم بتقدر تعاقبه، بتقدر تاخذ منه بترجع الامتياز وغيره. فإذا نحن مضطرين نعينها هالهيئة الناظمة، ليه عم تنطلب وهالقد ينضغط عليها؟ لأنه ما في بقى ثقة، لأنه كثير تسيس هالقطاع، طالبين إنه يكون في هيئة ناظمة. إنه كمان الهيئة الناظمة بالتعيينات رح تكون بحسب التوازنات السياسية والطائفية. إذا هيك بلها، هل أنت عن جد مؤمنة كلبنانية اليوم عايشة بلبنان ومطلعة على الشأن الاقتصادي؟ نمشي ب 12 ل 14 شك. عندك شك انه تعيينات الهيئه الناظمه ستكون بحسب الموازين الطائفيه والسياسيه؟ اذا ما عمل اذا ما عملت بطريقه شفافه وتقنيه مع سمينا شيء واحد بالدوله اللبنانيه بس هي بطريقه في اشخاص في اشخاص بالاداره العامه كفؤ او اذا كان في اشخاص كفؤين بقلب الهيئه الناظمه وياخذوا الثقه من المجتمع الدولي بناخذ التمويل. اذا عملت بقصه محاصصه وطريقه سياسيه وهيك التمويل ما حيجي، يعني ما عملنا الاصلاح. بقى اليوم مشان هيك الضغط موجود، لازم عندنا فرصه اليوم بهالانهيار التام نرجع نبني بطريقه احسن. النقطه الثانية اللي بدي احكي عنها هي اكيد كمان الاستاذ بيير بيدور عليها اكثر، هي الطاقة المتجددة الموزعة اللي اليوم كمان من وراء الازمة كثير عالم استثمرت بهالموضوع من وراء انهيار كهرباء لبنان. صار عندنا تقريبا 440 ميجا وات حسب ال سي اي سي، والاستاذ بيير عنده هالارقام مركبة اللي هي بتعطينا تقريبا 100 ميجا
ميجاوات لانه الافشنسي تبع الطاقه الشمسيه مش دائما في شمس ما بتعطينا 440 بتعطينا 80%. فاذا كمان بس هيدي كمان عم بتزيد المعادله يعني قصه الاجتماعيه لانه مين عم يقدر يركب مين قادر يستثمر بهال بتزيد انعدام العداله الاجتماعيه صح لانه العالم الميسوره قادره تدفعها لانه كله هذا استثمار بالفريش ومن مع عدم وجود البيئه القانونيه او التمويليه الحاضنه لهلا شفنا كمان ازدهار بهالقطاع. ان شاء الله اليوم بكمان تمرير قانون الدي ار اي الديستريبيوتد رينيوبل انرجي يعني الطاقه المتجدده الموزعه نقدر نشوف كمان استثمارات اكثر رايحه لهالقطاع اللي هو بيساعد بتخفيض كمان اللود على كهرباء لبنان وبنقدر نزيد الساعات اكثر للتغذيه. نعم. سيد بيضون اليوم هل انت مع انشاء هيئه ناظمه وتفكيك مؤسسه كهرباء لبنان الى ثلاث مؤسسات تتكامل في عملها؟ لكن انا بدي انظر للموضوع من خلال نظره شامله. نعم. لما بنكون نحن بسنه 2010 عرض وزير الطاقة على مجلس الوزراء بيقول له الوزارة أعدت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تشكل خطة متكاملة وشاملة لإصلاح قطاع الكهرباء وبيكون أحد بنودها تعيين هيئة ناظمة. فإذا أنا إذا بطلع من الخطة أو ورقة سياسة قطاع وبقول ما عاد بدي هيئة ناظمة بكون أنا طلعت من خطتي. الهيئة الناظمة لابد أنها ضرورة لكن يبتلك نظام الكهرباء بالمملكة العربية السعودية. برافو كنت بدي أقول إنه كل الدول عندهم نفس القانون طبعاً الـ 442 كل الدول. خليني صح. ما في وزارة طاقة في وزير طاقة. برافو. ما في مؤسسة كهرباء لبنان في وزير طاقة أو مستشارين وزير طاقة. ما في مجلس وزراء يتدخل بشؤون قطاع دون الإدارة والإدارة ما بيختزلها الوزير. الوزير بأكثر من موقف بأكثر من مناسبة بأكثر من موضوع كان هو القناة الوحيدة على مجلس الوزراء وقدر بقوته السياسية أن يحول مجلس الوزراء إلى هيئة ناظمة للفساد من خلال تركيب المحاصصات ومن خلال تمرير المناقصات ومن البواخر ومحاولة تجديدها ب 850 ميجا بال 2017 مع ما جرى في ذلك الوقت من تحوير وتغيير وتعديل وتصحيح على صياغة القرارات ليقدروا ياخدوها مطرح ما هن بيريدوا. وكمان عملوا جهد كبير واستصدروا قانون سنة 2019 رقم 129 حاولوا استثناء المشاريع إنشاء معامل الانتاج طاقة حاولوا يستثنوها من إدارة المناقصات ولكن الاستثناء سقط عند المجلس الدستوري لأنه تقدم بطعن. وزير الطاقة اللي عم نحكي عنه اللي بيمثل أو بيتمثل بنهج بوزارة الطاقة من 2009 و 2010 لا بيعترف بقانون ولا بيعترف بإدارة ولا بيعترف بمؤسسة ولا بيعترف بأنظمة مع أنه الشرط الوحيد اللي مجلس الوزراء حطه على الوزير لما وافق بسنة 2010 على ورقة سياسة قطاع الكهرباء بيقول له على أن يصار إلى اتخاذ مختلف مع الموافقة أن يصار اتخاذ ما مختلف ما يتطلب تنفيذ الخطة من قرارات ومشاريع وطرق إدارة وتمويل ودفاتر شروط وخلافه وفقا للأصول المقررة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولقرارات مجلس الوزراء. فإذا قال له أنت مش بتروح حر منك ملك ما بتلغي الناس ما بتلغي الإدارة ما بتلغي المؤسسة ما بتختصرهم بمستشارين فاذا انت بتطبق القوانين والانظمه وهودي الجماعه بعتقد انا يعني من تجربتي الشخصيه وعندي ادله يعني بتحكي عنها كثير مش عم بمزح ومني رجل يعني تجربتي والله بسيطه انا عشت كهرباء لبنان من سنوات اربع اشهر لا عفوا قبل عشت على زمان الوزير المرحوم سليمان طرابلسي اخذني معه لشوف له شو في بالمؤسسه وقعدت عشتها بالنيابة العامة لهذا الديوان قعدت أربعة أشهر بكهرباء لبنان عملت تقرير حول أسباب تردي أوضاع المالية والإدارية والفنية بستين صفحة نشر بالتقرير السنوي لديوان المحاسبة وبمجلة القضاء المالي ورجعت أنا كنت معني بديوان المحاسبة بأمور الطاقة والحسابات وبعرف أنه كهرباء لبنان ليس لديها حسابات كانت يعني تبعت لنا بكل جرأة
شيء غريب عجيب اسمه الموازنة كما نفذت. يا عمي سألتهم شو بتقصدوا؟ في حساب مهمة وفي قطع حساب، هذا الموازنة كم مش موجود. كهرباء لبنان ما عندها حسابات، وتبعت يمكن كانت تبعت على ديوان المحاسبة حسابات كتير متأخرة، بتقلك أنا خاضع على رقابة الديوان. صحيح، بس هل الديوان عم يمارس الرقابة؟ هل عم تبعت حساباتك على ديوان المحاسبة؟ رقابة ديوان المحاسبة على كهرباء لبنان صفر. لماذا؟ ديوان المحاسبة لأنه لك ده موضوع تاني. في لأنه في لجنة مراقبة سنوية على المؤسسات العامة من سنة 80 ما عادت تشكلت وما ملتقى البديل. فإذا في لجنة يعني تفكيك كل أدوات الرقابة الممكنة على مؤسسات الدولة لنهبة بشكل ممنهج. بس خليك بالنسبة للرقابة على الحسابات والمال، لأنه بدي أوضح للزميل لحتى كمان بده يجاوبك ياخذ معلومة. لا مش نعمل مناظرة، عفوا انا عم بحكيك عن وقائع. صح. في مكاتب تدقيق تم تكليفها بموازنة 2001 بانه تتولى تدقيق حسابات المؤسسات العامة، ومنهم شملت كهرباء لبنان. اذا بتشوفي تقارير مدقق الحسابات، انا شايف 2006 ل 2010، قديش فيها تحفظات وقديش فيها استغراب وقديش فيها تحذيرات عن الفوضى، عدم وجود جرد، ما فيك تتأكدي من أي رقم. يعني عدد التحفظات بيقول لك مغارة، ولكن بدليلك في شغلة بسيطة جدا. أهم موجودات كهرباء لبنان غير المعامل هي الموجودات المتداولة اللي هي الفيول والمازوت. تصور إنه بيكتشفوا بعد عشرات السنين إنه في حدا مادد من تحت الخزانات أساطل وبيستمد المازوت أو الفيول. عم تحكي عن دير عمار. دير عمار إيه نعم. إيه. هي منشآت يا أستاذ غسان، مش مؤسسة كهرباء. وبكهرباء مش تابعة للمؤسسة. أوكي. هلا هو اليوم في تفكيك لكل الآليات الرقابية، الآليات الرقابية تفكيك ممنهج من قبل السلطة الحاكمة على مدى العشر سنوات لما يكون في رقابة للكل يسرح ويمرح ويتخطى القوانين على. كهرباء لبنان، كهرباء لبنان بتدفع الخزينة حق المحروقات. والفيول بيسمح للوزير ان تبيع منها الفيول للمنشآت لتأمن حاجات السوق وتقبض ثمنه نقدا. كيف خزينة بتدفع عنها؟ كيف انت تقبض ثمنه نقدا؟ هلا لك الاجابات المهندسة اللي بتضيع الرأي العام واللي بيفكر انها صادقة او مبررة، انا بعرف انه خلفيتها غير مقنعة. فاذا بوزارة الطاقة في نهج حكمة له حوالي 10-12 سنة، لا يعترف لا بقانون، عنده حساسية من القانون، وكل جهده يتركز على تجاوز هذه القوانين بواسطة مجلس الوزراء. بعد بس عندي نقطة صغيرة، خلينا نميز لما نحكي عن تعرفة الكهرباء وعن عجز الكهرباء وعدم التوازن المالي عن شغلتين، الفوترة والجبال. شو هي الفوترة؟ اللي هي انه الكهرباء اللي بيستمدوها المستفيدين في شيء بيمرق على العدادات، عدادات مشتركة، في شيء دغري من تاخد من الخط العام. هذا اسمه الاستمداد غير الشرعي للطاقة. قبل الأزمة لحد 2018-2019 على ما أذكر حسب اعتراف كهرباء لبنان أن هناك هدر بين فني وغير فني يصل إلى حدود 39%. لما كان الكيلو وات 40% يعني لما كان الكيلو وات بمتوسط 138 ليرة. هل نزعت هذه التعديات؟ أبدا بالعكس، يعني ما عنده عندك هدر 40. ما هو هيدي الخطة ورقة سياسة قطاع لاحظت فترة انتقالية يجي فيها مقدمي خدمات يركبوا عدادات ذكية. هالعدادات الذكية كان أو بالأحرى المشروع كله كان مفروض يكلف 780 مليون دولار على ما أذكر، صار مكلف مليار و200 مليون دولار وما تركب عدادات ذكية. فإذا بعده البخش أو السلة اللي عم يحكي عنها الأستاذ بيير موجودة نتيجة عدم نجاح مشروع مقدمي الخدمات. مين جيبون؟ ما في محاسبة. مين فرضهم على مؤسسة كهرباء لبنان؟ خليني أقول لك بصراحة، مشروع مقدمي الخدمات كان أول مناسبة لأختلف فيها مع الوزير، لأنه بعت له مجلس الإدارة بيقول له لا معالي الوزير هذا المشروع والمناقصة اللي عملتوها فيها ثلاث مخالفات، قال عدد له إياهم.
فطلب مني ان انا لقي له تبرير. قلت له يا عمي اسال اللجنه اللي عينتها او كلفتها تشرح تجاوب عضو مجلس الاداره اللي اعترض. فروح خذ هالجواب لمدير عام الكهرباء شوف اذا مجلس ادارتك بيقدر يوافق بيقتنع بهالمبررات. قال لا ما بياخذ على مجلس ادارته. مع الوزير انا بعتذر ما بقدر انصحك انك توافق. فتمت الموافقه والزمت كهرباء لبنان واجبرت على انها تتحمل مقدمي الخدمات وفوق منهم البواخر. مين جبرهم؟ الوزير. الوزير طبعا. اي بس بدي ارجع بدي بدي تجاوبوا عن كل هذه التجاوزات يلي عم بتتم بمؤسسة كهرباء لبنان. عم بقول لك في كل بساطة كثير من القصص اللي ذكرها الأستاذ غسان أنا موافق عليها، بس عم نضيع الناس بالتفاصيل. الصورة الكبيرة اللي لازم توضح هي هذه المؤسسة عم بتخسرنا مليارين دولار بالسنة. تعالوا نشوفوا ليش عم نخسرهم هذول مليارين دولار. ساعتها بنعرف لا معروف 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 ما الوزراء كلهم بيقولوا لك عم نخسروا. بلا عم بيقولوا لك عندك دعم الفاتورة ما أنا بتبعهم وبعمل بيقول لك نحن داعمين الفاتورة عم نبيع الكيلوات بسنت والكيلوات ب 50 سنت. هول الحجج اللي هول عم سياسة ولازم نعرف وين عم بيروحوا. عم جاوبك. أنا بدي جاوبك. أنا بدي أعرف حقيقة وين عم بيروح مش وين عم بيقولوا لي عم بيروح. اذا في كل هالهدف معلش استاذ انا بعتذر معلش انا ما جاي اعمل مساجله انا وياك عم بتعمل احنا عم ناخذ تعليق بعزك بمجال اختصاصك انتبه وبقدرك ودائما بحكي عنك انك امبيكابل بموضوع اختصاصك. بس اسمح لي اترك لي موضوع هدر كهرباء لبنان وفساد كهرباء لبنان ومناقصات كهرباء لبنان وتغطيه الوزير لهالمناقصات واعتبارها مصدقه حكما. بس هي بدها منا كمان تغطيه مجلس النواب لهالمناقصات. ترجع تقولها تغطيه مجلس النواب مين عم بيوافق؟ عم بيوافق على مليارين دولار وبحطوهم من خارج الموازنه. طبعا بس بناء على طلب مين؟ لحظه بناء على طلب مين؟ بس هني شو شغلتهم؟ بناء على طلب مين؟ هني شو شغلتهم؟ هني شو شغلتهم؟ طبعا هني شو شغلتهم؟ معلوم. لا اسمح لي لك ما تتحديني بالجرأة انا اكثر واحد كتب. اسمعي لحظه انا بقولها ما تزعل. لا انا انت على المهزلين اسمحيلي وعلى وضع 200 مليار دولار لمؤسسة كهرباء حتى من خارج. أنا كتبت وحكيت مع النواب إن سلف الخزينة خدعة وبدعة وإنه هيدي مخالفة لقانون المحاسبة العمومية ويشترط التحقق من إمكانية سدادة. أنا انتقدت مجلس النواب اللي ماشي مثل ما بده وزير الطاقة وما زال بيعطي اللي بده إياه. سيدة كريستينا بدي أقول شغلتين على السريع وبدي أسألك كيف الآلية للمحاسبة. برافو. أنا هاي بدنا نحكي اليوم اللي قالته مزبوط إنه خاب. بدنا نحكي ببكرة نحن عم نموت بلا كهرباء لتريري. بعتقد ما في بلدين ثلاثة منه نحن ما عندهم كهرباء. تخيلي يعني إنه شو هالمجزرة وما رح تجي الكهرباء بهيدي الأجواء. شو آلية المحاسبة؟ بدي أقول شغلتين. اليوم طالما كل هالبؤرة الفساد بمؤسسة كهرباء طبقوا القانون شي مرة طبقوا ما منركب دين تجارة مثل ما بدنا. اليوم كل الوزراء وكل مجلس الوزراء مثل السوبر ماركت بيجيب هال 462 بنقي منه. طب ليش عم بتطبقوه ما زالكم منه عجبكم؟ انا هون بدي يعني وجه للوزارة. 462 هو المدخل الى الحل. هيدي واحد. اثنين يلي هي الخصخصة. منا خصخصة يعني يلي هي تفكيك مؤسسة كهرباء لبنان. صح تفكيك. ومن بعد تفكيك هذه المؤسسة الى ثلاث اجزاء كل جزء. لا هي مش ثلاث اجزاء هي بيفرطوا الانشطه مش المؤسسه بتبطل موجوده. توزيع والنقل. ايه هي كمؤسسه يعني بتبطل. صح. لا الانشطه الكهرباء بتتفرفط المؤسسه بتبطل موجوده يعني ما بيعود في شيء اسمه دقال. بعد بدي اقول شغله واهم شغله بدي ضوي عليها مشان هيك ما بدهم الجهه السياسيه اللي عم نحكي عنها يلي اجت طلب التعديلات من 2012 اللي هي بعدها مسيطره على الوزاره ولا تزال. وهلا بدي اقول شغله كثير مهمه انه اليوم هي عم بتقول ما بدي. ليه؟ لأنه اليوم هيكلية وزارة الطاقة تتغير مع تطبيق الـ 462 وهذا هون يعني أنت تدعين إلى تطبيق الـ 462. بس بعد بدي أقول شيء بدي أقول شغلة عن في له مراسيم تطبيقية لحظة تقلك شغلة لما بيجتمع مجلس الوزراء وبيعدل المادة 7-4-5 مرات اليوم ما بده كتير مراسيم تطبيقية. ما بده كتير مراسيم تطبيقية ما بده كتير. في عنده مراسيم في كا
كان مرسوم اكيد بس ما هو غير مستكملين النية مش موجود نطبق القانون. هو الرول اوف لو از نوت ابليكابل. في شغله قالت بس بدي ضوي عليها على موضوع ال 440 ميجا وات بموضوع الطاقه المتجدده. هيدي الانرجي ترانزيشن اليوم الدوله اللبنانيه ما لها فضل فيها, ما عملت لنا شيء على الأنب. الدولة إلى فضل. لا ما نحن ما فينا نتباهى إنه نحن وصلنا ل 440 ميجا بطاقة المتجددة غير إنه الدولة حرمتنا من الكهرباء وأخذتنا على العتمة. ما هيدا عارفين. سو اليوم على الناشنال ليفل, على الناشنال ليفل الدولة فاشلة ما طبقت ولا مشروع ولا مشروع على صعيد الناشنال. بس بعد ما بقول شيء خليني أقول شيء. اليوم كان في قانون عم تذكره مدام كارول, قانون الطاقة المتجددة الموزعة, لما انشغل عليه وراح وزارة الطاقة هيمنة وزارة الطاقة يلي هي المتسلطة على هذا القطاع حذفت منه وحطت بقلبه مادة انه لا يطبق هذا القانون الا لتعيين الهيئة الناظمة, ولحين تعيين الهيئة الناظمة الوزير, وهذه الكارثة الكبرى. نرجع نحط كل شيء بسلطة الوزير شخص. الملك. نعم. اليوم أنا بدي وجه تحية لمجلس النواب للجان يلي كان فيها ناس عن جد اليوم قدرت تشتغل وقدرت تتعلق هذه المادة لآخر جلسة مبارح, قالت إنه هذه ما بتكون موجودة ولا مطبقة إلا لحين تعيين الهيئة الناظمة. سيد تفضل. أول شيء لا صراحة بدنا نتباهى بالطاقة المتجددة والدولة اللبنانية تحديدا من موضوع الطاقة المتجددة اللي عم نشهده اليوم هو نتيجة شغل الدولة اللبنانية بهذا بكل طبعاً وبكل وضوح بدون أي مسير. لحل كيف يوم كل المواصفات والمعايير اللي أطلقتها مؤسسة ليبنور لإدخال الطاقة الشمسية للبنان انعملت بين 2010 و 2020 وهذه المواصفات إلزامية. اليوم كل التدريب لأكثر من 1000 مهندس متخصص بشؤون الطاقة المتجددة انعملت خلال العشر سنين. اليوم التدريب لأكثر من 3000 تقني بهذا الموضوع عملوا بآخر 10 سنين. اليوم قرار التنظيم المدني رقمه 39 على 2019 مش 139 ب 39 على 2000 بلا على الفيسبوك 39 على هيدا عمل نتيجه جد عمل كبير. طيب. عمل كبير فبالتالي لا صراحه بكل وضوح بين 2010 وال 2011 تفضل بين 2010 وال 2020 عفوا سوق الطاقه الشمسيه طلع من 0 ل 100 ميجا وات. اجت ازمه مؤسسه كهرباء لبنان خلت هيدا السوق يرجع ينط بالعالي. ايه صحيح بس اليوم كل التقدير اللي عمل رفع الدعم اللي هو اللي هو اول بوليسي بتحكي فيها بترفع الدعم عن تعرفه الكهرباء تبتدي تطلع الطاقه الشمسيه. فلا هيدا اليوم في شغل هائل نعمل بهيدا الاطار وهيدا الجهد عم نشوفه. النقطه الثانيه بموضوع قانون الطاقه المتجدده الموزعة القانون مسودت القانون مثل ما اجت من مؤسسه كهرباء لبنان تم نقلها على مجلس الوزراء رجعت انسحبت ما انسحبت ابدا رجعت انسحبت عندما حاضر مجلس الوزراء معلش جلسات مجلس الوزراء انت عندي المحاضر عند المحاضر طرحت ثلاث مرات نعم. وتم تعديلها وشفنا رساله بمكتوب لمجلس النيابه نعم. واليوم نشكر لجنه الطاقه انه اقرت هالمسودة ونحن بالمرحلة الكائل ولا يطبق. أهم شيء شلنا صلاحية الوزير نشكر الله نشكر الله في دخل اليوم أين طاقة الريح لأنه عم بيخلص الوقت أين المشاريع كان في دعم من مصرف لبنان قبل ما يشيروا وأخذوا رخصة بال 2017 في عندك هوا عكار بقينا نحكي بهوا عكار يلي أخذ رخصة يلي أخذ رخصة حدا ماذا حدث 462 هل فعلا القروض المدعومة يلي أتاحها مصرف لبنان تم استغلالها كما تم استغلالها بموضوع الانتربرينورشيب والستارت اب يعني شو هدف هن مش متعلقين ببعضهم يعني اخذنا القروض المدعومه ما نفذنا المشاريع يا سيد ياسي ما له علاقه ببعضهم كيف ما له علاقه ببعضهم ما عم بصير خليني اجاوب انا اخذت قرض بمليون دولار وما نفذت المشروع ما لك شو هو ما مالك موضوعين مختلفين تفضل قروض مصرف لبنان انعطت لمؤسسات القطاع الخاص نعم. لتطبيق مشاريع طاقة مجددة وكفاءة الطاقة بالقطاع الخاص ما لها أي علاقة بمشاريع الرياح ولا لها أي علاقة بمشاريع الطاقة الشمسية موضوعين مختلفين تماما نعم. قروض مدعومة من خلال المصارف ست كارول بتعرف ببنك عودة حضرتها وبتعرف شو انعطى قروض انعطى أكثر من 1000 قرض وبيتم زيارتهم كل سنة بسنتها تنتأكد انه بعضهم عم بيوفروا التوفير اللي عملناه ما حدا بنعرف شغلنا اليومي ماذا عن مشاريع الوزارة مشاريع الوزارة ومجلس الوزراء هلا أكيد كريستينا عطيت رأي أهم من الدستور قلت لها مجلس الوزراء ما في يعمل مناصات ممنوع يعمل شيء أكيد ممنوع عم بتغير القانون عم بتغير الدستور يعني معلش ما تتعدى على القانون صلاحية مجلس الوزراء تطبيق القوانين والعزم على القانون برافو 288 بيعطي الصلاحية لمجلس الوزراء لا لا عفوا بالفترة لحظة يا عمي لا ما نضيعنا إذا بتريد رخص الطاقة الشمسية كانت مخالفة لحظة لحظة إذا بتريد 129 القانون 288 اللي رجعت مدد بال 54 129 آخر واحد
بيقول شو بيقول؟ يتولى مجلس الوزراء صلاحيات الهيئة إلى حين تعيينها. برافو. شو هي صلاحياتها؟ صلاحياتها أن تعطي تراخيص إنتاج وأذونات إنتاج خلصان. لو هيك بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمالية كان خلص القانون. مش هو يعمل النقص لا يخي لا يخي تم انتبه لا استاذ بيير بال 462 اللي هي ماده عفوا في ماده 462 اللي خلقت الهيئه الناظمه بتقول انه حتى الهيئه الناظمه اللي انتقلت صلاحياتها لمجلس الوزراء تجري او بتعطي التراخيص بناء على مناقصات وبناء على استدراجات عروض. لا 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 ال 462 اللي قال الهيئة الناظمة شو صلاحياتها. انا ما بدي احكي بهيدا، بدي احكي اليوم الطاقة الشمسية عاملني وخالف كل القوانين. هل المجلس الوزراء يحق له ان يجري مناقصات؟ ابدا. اخذ عفوا اخذ صلاحية انه يعطي تراخيص انتاج بناء على اقتراح وزير الطاقة والهود لازم يعملوا هن المناقصة مش مجلس الوزراء. تعطى الرخص بقرار من مجلس الوزراء تعطى الرخص انعملت المناقصة بالوزارة هو عم يعطيها او عم يعطيه لانه اخذ صلاحيات الهيئة. لحظه اذا بتقدر لحظه اذا بتمعك استاذ الوزراء اعطوه صلاحيه الهيئة بس ما عطوه صلاحيه الهيئة اعطوه عطاء الرخص ريل ان صلاحيه لا بيعطى الرخص ايه مش عطوه صلاحيات الهيئه كلها بالقبل لا لا بيعطى الرخص بس بيعطى الرخص ايه بس بس ما يعني فينا مجلس الوزراء ما فينا لا يا اختي اسمع له لا 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 بدنا ما فينا نعزل هيدا تقني هيدا ما فينا مش تقني ابدا قانوني ما فينا نعزل جدا جدا تقني ما فينا نعزل ابدا مش تقني نعزل صلاحيه اعطاء الرخص عن كيف بيقول القانون تعطى الرخص لانه بتطرق من الناقصه. لحظه بس خليني ضوي على نقطه سهله للعالم حتقدر تعرف عن الرياح نعطوا الرخص موافقه مطابق للقانون الاستثنائي يلي بعدل الماده 7 بوافق هالشيء نعطوا بال 2017 كان عم يخلص القانون قبل بجمعه مركدوا واجتمع مجلس الوزراء يعني اللي ما كان عم يشتغل اجتمع وعطى الرخص والنتيجه بليز خليني كفي نعطوا الرخص من 2017 استاذ جسي لل 2019 بلشت الازمه الماليه سنتين شو عملت هيدي الشركه ليه ما قلعت انا بقول لك انا بدي اقول بليز خليني تموز 2018 طيب اوكي يا خي السنه بس انا بقول لك ليش ما قلعت ناقصه امتى لانه الجهه اللي عطتهم الجهه اللي عطتهم خليني الجهه اللي عطتهم الجهه اللي عطتهم ما لها حق تعطيهم قبل ما يكون الفايل مكتمل لا البنكابيلتي كانت موجوده ومدام كارو خلينا بس خليني كف البورد تبع المؤسسات الدوليه عطت موافقه للتمويل بعدين بعد سوري هيدا بعدين بنوفمبر 2019 موجوده اونلاين 2019 بعد سنه الشغل هلا عم نضل للمشاهدين خليني كف معلش بس ما تطبق لا لا سوري لانه لا 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 سوري سوري معلش هلا قبل الأزمة قبل الأزمة نعطوا كانوا منو بنكبل لما نعطوا الرخصة بنعطوا الرخصة مش مزبوط مش مزبوط بده يكون بنكبل لا سمحتي أستاذ بنعطوا الرخصة بينشغل على كل لأنه في استثمارات كبيرة عملت المشروع بس خليني كمل الفكرة بينشغل على كل الدراسات البيئية والتقنية وبركي ما جبت بيخلص كل الفايل بيطلعوا كل المؤسسات التمويل بيطلعوا على البورد سبعهم هيك بتعطي رخص ايش الموافقه من بعد ما اجت الموافقه بلشت الازمه الماليه أوكي. وصار في الانهيار وعد لكن احنا امام لكن احنا امام قطاع بس في نقطه طلب اليوم هو برنامج مع صندوق النقد كرمال يرجع يمشوا كل هالمشاريع والا ما راح يجي استثمار للبلد وهون بدعي كمان وزاره الطاقه الشمسيه كهرباء كهرباء فرنسا كهرباء فرنسا اللي اشتغلت على مشروع الليست كوست جنريشن بلان والبنك الدولي بدعيهم كلهم يرجعوا يعيدوا النظر اليوم واقع القطاع تغير كليا كل القيود اللي كان محطوطه من الوزاره انه ما فينا نرفع التعرفه قبل 24 انه الطلب هو 3000 وانه اديت كلفه الغاز الطبيعي كل هالامور تغيرت فاذا كل شيء كان حاطينه كنتيجه مبنيه خطه الوزاره اليوم عليها كل هالقيود وكل هالاسامبشنز المحطوطه تغيرت يعني بقى لازم ينعمل اليوم الخطه كلها بدها طب عندي سؤال اعاده نظر بس لا لا اعاده نظر الطاقه الشمسيه انت عطوا رخص واديت الطاقه المتجددة اللي بقلب هالخطة كمان بدها إعادة نظر لأنه القيود كلها والمعطيات تغيرت كرمال الطاقة الشمسية في 11 شركة خالفوا القانون ولا لا خالفوا القانون أو لا لازم ينلحق سؤال في شركة أنا خاصة اشتغلت بسنين واستثمرت كيف اشتغلوا من 2017 جرت المناقصة بعطيهم رخصة هن شو خاصة مجلس الوزراء خالف
القانون لانه كان القانون اكسبايرد ما شك على مجلس الوزراء اكيد مجلس الوزراء مجلس الوزراء لكن اليوم عندنا مشكله بالطاقات المتجدده هل يحل القانون مجلس الوزراء فاسد رئيس الجمهوريه مش فاسد مجلس هل يحل القانون قانون الطاقه المتجدده شوف انا اكيد بساعد لو في خط صلاحيه مجلس الوزراء خلينا الضوء في ناحيه اليوم خمس نقط خلينا نسلط الضوء على مشروع القانون يلي حكيته عنه يلي هو مشروع قانون لتنظيم هيدا اكيد قطاع الطاقات المتجدده أكيد هل يحل المشكله ما بيحلها كليا بس بيساعد لانه بيسمح للقطاع الخاص تركيب 10 ميجا وات البيع من قطاع خاص لقطاع خاص الباور ويلينج وغيرها بس هيدا بدك شبكه تكون بس بده يكون في عندك كهرباء مين بده يعطي الترخيص استاذ جسي اذا ما في كهرباء على الشبكه ما بيمشي القانون بقى في خمس على هي خمس نقط لازم نحكي فيهم تنرجع نقيم بهالقطاع اول شيء يعني ما فيها لكن رح بلش مع حضرتك ست كارول الخمس نقاط رح احكي عنهم ناخذ مثل ريزومي مثل سامري مثل ريكومنديشن لحوارنا الليله تفضلي اول نقطه هي اعاده الثقه وبتصير مع برنامج مع صندوق النقد الهيئه الناظمه الاودت تبع كهرباء لبنان ينعمل المناقصات تكون شفافه حسب قانون الشراء العام ثاني شيء اعاده التوازن المالي لكهرباء لبنان هيدا بيصير بالتعريف اللي منيح اللي صار بس كمان حكينا بالجبايه ثالث شيء هي كهرباء لبنان ما عملها نرجع نمشي الانتاج منها لانه بنقدر نأمن 12 ل 14 ساعه لانه الطلب نزل نقدر كمان نعمل ريجنال تريد يعني نمشي بشراء استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن هول كثير مهمين ومشان هيك بدنا نعمل اول شيء هاي النظمه النقطة الرابعة هي الطاقة الموزعة المتجددة هيدي كتير بتساعد لأنه بتخلي القطاع الخاص يستثمر يكون شيء قانوني يقدر يجيب تمويل لإله وخامس نقطة هي الاستثمارات الاستثمارات اللي بدهم ساعتها تمويل دولي وهون في جزء كبير للطاقة المتجددة الأيرينا كان عاملة دراسة نوصل ل 4500 ميجا وات تنقدر نحن نلتزم بتعهدنا بالباريس إجريمنت نوصل ل 30% طاقة متجددة فهذا استثمار بيوصل ل 6 مليار دولار ما حيجي إذا ما عدنا الثقة وعملنا كل هالنقط الإصلاحية ما فينا بقى نعمل نقطة هيك كيكينج ذا كان داون ذا رود خلص هيدا بدنا نعمل كل شيء سوا وهو الخمس نقط إذا بنمشي فيهم الأربعة أول شيء بنعمله بإمرجنسي بنعمله حاليا وما بدهم تمويل الخمسة هي التمويل الكبير وهون عم نحكي عم عامل على الغاز وطاقة متجددة مشين شكرا لك سيدي كارول عياض سيد غسان وحضرتك خبيرة بتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية ورئيسة قسم تمويل الشركات الكبرى ومشاريع الطاقة ببنك عودة سيد غسان كلمة أخيرة لو سمحت كلمة أخيرة التطورات الأخيرة اللي عشناها بالاقتصاد وبالمالية العامة وبالثقة بالدولة اللبنانية وبإمكانية وجود مستثمرين أو أنك توفر تمويل من الخارج بتودي لمطرح واحد أنه يجب إخراج تفكيرنا من صندوق الخطة والخطط اللي صارت متعددة ومفروض نروح على توحيد التشريع بمجال الطاقة نعم. مش كل يوم نطلع باقتراح قانون وبمشروع قانون ونفوت على كتير مواضيع يعني إذا بتشوفي التشابك بتجرب تعرفي حالك أنت بأي صورة ضمن أي إطار قانوني صرتي مستحيل تقدر توصل أنا بكل هذا الوضع خليني أشوف كهرباء لبنان اللي قاعدة بالكونتينر مبنيها غير مؤهل مركز التحكم الكتير ضروري اللي بيسمح لها تعرف وين الاعتداءات على الشبكة وين في تقل كتير وين في سحب كتير وتقدر توقف الاعتداء لأنه صار كذا مرة هبوط بالشبكة وتوقفت المعامل والحق ضرر بدك تشوفي مجلس الإدارة اللي نصه صار معطل توفى واحد استقال واحد معتكف ورئيس مجلس إدارة بكهرباء لبنان غير معين بعد فإذا كل هيدا الواقع يفرض علينا أن نفكر بطريقة جديدة مختلفة وأنا بقول بدلا من أن يتبنى مجلس الوزراء ببيان الحكومي أو ببيان الوزيري خطة الكهرباء دون أن يطلع عليها أول خطوة لازم يعمل إلغاء كل الخطط لأنه كلها خطط ملغومة ومش واضحة ولم تعد قابلة للتطبيق اللي قابل للتطبيق هو الطاقة المتجددة فقط لغير دعونا أن نخصص أنا كنت بفضل أن الأستاذ بيير اللي بحترمه كتير يقتصر يعني ما يفوت على موضوع من اختصاصي يقتصر على الطاقة على الطاقة المتجددة يخصص العقارات اللي بتملكها الدولة
بملايين الأمتار المربعة بالبقاع وبعكار ويمكن كمان بجنوب للمستثمرين المحليين وهم كثر. نروح على لمركزية إنتاج الطاقة وتوزيعها مثل ما في شركة كهرباء زحلة وكهرباء جبيل وكهرباء حمدون وكهرباء علي. خلينا نروح نعطي المستثمرين إمكانية كل واحد يخدم كذا ضيعة. وإذا هل القانون هذا تبع الطاقة الموزعة المتجددة إيش اسمه بيسمح للبلديات وهون كتير مهم وضروري أن نجيز للبلديات إنتاج وتوزيع الطاقة لأنه نطاقة محصور وأجهزة أجهزتها جاهزة وبتقدر تحافظ على أموالها. كل ما دخلها كل ما دخلها كهرباء لبنان بالموضوع كل ما ضاعت الطاقة. سيد غسان بدي أشكرك أنا وأنت المدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه على كل هذه المعلومات الدقيقة اللي أتحتها. سيدة كريستينا كمان يعني بدنا منك كلمة أخيرة. صح. أول شيء رول أوف لو يعني تطبيق القوانين. ما بقى مقبول نطلع قوانين وما نطبقها، فعنا تطبيق القانون لنحضر نخلص من كل هالهريان نطبق القانون. ما بقى روح على الاستثناءات ونركب دينة الجرة مثل ما نحن بدنا فيها بدنا إياها. نطبق 462 نشرك القطاع الخاص. عندي شغلة أساسية لنقدر نحن نحقق جباية نشرك القطاع الخاص. نحن شاطرين ساعة اللي بدنا نخصخص الجباية مع خصخصة خصخصوا الجباية طول المولدات أشرك المقدمين طول المولدات لا لا معطول المولدات مين يسترق في مناطق ما فينا نفوت عليها وما أحلاهم بيدفعوا للموتورات تعطوهم لتبع الموتورات أو للبلديات واتحاد البلديات ونشوفهم كيف بيدفعوا. هيدي واحد. اثنين أهم شيء ما بقى يتم العبث. أول شيء خرق القانون مشحف من قبل المجلس النواب ومن قبل مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ما بقى يتعاطى غير شغل السياسة. ممنوع يتدخل بالكهرباء. تدخل السياسة في الكهرباء وصلتنا للي نحن عليه. آخر نقطة بحب أقولها إنه بموضوع الطاقة المتجددة بعد ما رحنا على خواتيم سعيدة لأنه منعرف بكرة بيروح على الهيئة العامة والتأثير السياسي وترجع تنعطى صلاحيات للوزير مثل ما الوزارة بدها ومثل ما صارت التعديلات الوزارة اللي حطتها. اليوم بنناشد إنه آخر نهار في ضوء أمل هو الطاقة المتجددة. ما نتباهى إنه سطوح اللبنانية صارت معامل كهرباء مثل وزير سابق طلع قال بيفتح بينبسط. هذا منه تباهي. اليوم التباهي بيكون لما نقدر نشتغل على لا مركزية الطاقة المتجددة، نحافظ على مركزية المعامل الحرارية ونقلبها على صديقة للبيئة وأقل كلفة عبر الغاز. نرضي المجتمع الدولي تنقدر نفوت بصندوق نقد لأنه ما في خلاص إلا عبر صندوق نقد لنجذب الاستثمارات ونجذب القطاع الخاص ونصلح البنوك اليوم البنوك نفرض الإصلاحات. صح. سيدة كريستينا أبي حيدر وأنت محامية وخبيرة قانونية في شؤون الطاقة والبيئة شكرا جزيلا لك. تفضل قمعوك منيح اليوم. إيه صراحة صراحة لا أول شيء أول نقطة أنا صراحة بدنا كلمة أخيرة ما بدنا تعليق. لا أربع نقاط أربع نقاط سريع. أول شيء صراحة أنا بتباهى بقطاع الطاقة المتجددة بكل صراحة. الشغل اللي عملناه بنتباهى فيه بكل صراحة. النقطة الثانية موضوع الطاقة المتجددة حيضل بتطور مستمر وأنا بوافق السيدات والسادة إنه قانون الطاقة المتجددة الموزعة كتير مهم. النقطة اللي بحب اتطفل عليها وأنا عن صعب التصور والتصميم حبيت اليوم اتطفل بمواضيع غير مواضيعي. اليوم أنا بفهم إنه في ضغط المجتمع الدولي لتشكيل الهيئة الناظمة وهذا الضغط عم بيخلي وزارة الطاقة تشكل هيئة ناظمة. نعم. مع إنه أنا شخصيا وبدورنا وتأثيرنا نحن كمركز رح نحاول نقول إن حتى بدكم تعملوا هيئة ناظمة تفضلوا بالخصخصة. يعني تشكيل الهيئة الناظمة بدون خصخصة هو عدم تطبيق للقانون 462 هو تشويه لل 400 وتمويه عن الحقيقة. كمان للقطاع للمجتمع الدولي ما اذا عم يحضرونا يعني او يمكن يحضرونا بحب لهم اذا هن معتبرين انه اصلاح قطاع الكهرباء هو من خلال تشكيل الهيئه الناظمه بعتقد هيدا الموقف منهم هو موقف سخيف وتافه. مش هيدا اصلاح القطاع الطاقه. اصلاح القطاع الطاقه بيكون عبر درس وضع مؤسسة كهرباء لبنان وقف هدر المليارين دولار سنويا اللي موجود فيها. شكرا لك سيد بيير خوري وأنت المدير العام للمركز اللبناني لحفظ الطاقة على مداخلاتكم. وبالنهاية يبقى أن نشكر مؤسسة ميش دياء معهد الإعلام وقسم الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية ببيروت على تنظيم هذا البرنامج وكل البرامج. شكرا أيضا لكل اللي راح يتابعونا على أمل أنه تتحقق هذه التوصيات للوصول إلى أدنى حق من حقوقنا كمواطنين وهو الكهرباء.